فهاد الدرس غادي نهضروا على واحد الكيبورد اللي هو كلاس اللي ديال ECMAScript 6 اللي في حد ذاته هو واحد السينتاكتيك شوغر ديال البروتوتايب. شنو كنعني بهذا الشيء؟ اللي في حد ذاته هو كحاولوا كيسامبليفيو داك البروتوتايب وكيفاش كتكتب مي بواحد السينتاكس اللي هو مور ريدبل، يعني ساهل في القرايه وقريب اللوجيك ديال لي لونغاج الاخرين بحال جافا ولا سي بلاس بلاس اللي فيهم لوريونتي اوبجي انتغري كباراديغم. بالنسبه لينا حنايا في جافا سكريبت ما كاينش لوريونتي اوبجي. لوريونتي اوبجي ولا الانهابيتنس مي كنبغيو نحققوها ليبيطاج مي كنبغيو نحققوها في جافا سكريبت كنخدموا بالبروتوتايب انهابيتنس ولا بالبروتوتايب تشين. يعني هاد الكلاس ككلاس اللي غنخدموا به ECMAScript 6 بيهايند ذا سين ولا في حد ذاته راه غير بروتوتايب، ومين كتبغي دير داك اللينك ولا الانهابيتنس راه كتحددها غير بالبروتوتايب تشين. من بعد الكلاس حاولي سامبليفي لنا هاد الشيء كامل باش يولي عندنا الكود ديالنا قريب لي لونغاج اورينتي اوبجي. وكيف ما كنسميو هاد لا ميثود كنسميوها سينتاكتيك شوغر اللي فحال لاش دينا داك البروتوتايب وحاولنا نسامبليفيو كيفاش كتكتب. ها ماشي تغير الكونسيبت، راه بروتوتايب بقات بيهايند ذا سين ولكن غير حاولنا نسامبليفيو. دونك انا نصيحه من عندي الا كتفرج في هذا الفيديو وما عارفش شنو بروتوتايب تشين بروتوتايب انهيرتنس سير لواحد البلاي ليست غنحط لك اللينك في الديسكريبشن، شوف مزيان هذوك الفيديوز فهمهم وجي تبع معايا الكلاس هنايا، لان غندير هنا اكزامبلز بالبروتوتايب ومن بعد غنحاولوا نكونفيرتيو الكلاس باش يبانوا لنا اوجه الاختلاف. نبداو الفيديو ديالنا. اشنو عندي هنايا اونيفو ديال فيزيو ستوديو كود؟ عندي جوج ديال لي بار، عندي جوج ديال لي فونات. هنا عندي بروتوتايب وعندي هنايا كلاس، بروتوتايب وكلاس. دونك غندير اكزامبل بالبروتوتايب ومن بعد غندير بالكلاس. اش من اكزامبل؟ بالنسبه لينا حنايا بغينا نكريو واحد نخدمو بواحد الكونستراكتور اللي غادي يكري لينا اوبجيكت. شنو كنقول هنا؟ عندي واحد الكونستراكتور اللي هو كار وبغيتو يكري لي طوموبيلات من بعد. دونك لان الكونستراكتور ككونستراكتور علاش كنسميوه هاد التسميه؟ راه في حد ذاته غير كنكري من اوبجيكت. كونستراكتور هي واحد الفانكشن كتكري لينا اوبجيكت سامبل. دونك بالنسبه لينا حنا هاد الفانكشن اللي بغيناها تكري لنا اوبجيكت هي كار. دونك هادي سميتها كار. اي من بعد غيكون عندها بروبرتيز، هاد الطوموبيله عندها سميه وعندها واحد العام فاش خارجه وعندها واحد لا ميثود، عندها واحد لاكسيون كتقدر ديرها ليا ستارت. دونك هادو بروبرتيز وهادي ميثود. من بعد هاد الكونستراكتور غادي يكري لينا طوموبيلات ولا انستنسز اللي هما في حد ذاتهم دي زوبجي في الاخر. اوكي دونك كيفاش نقدروا نكتبوا هاد لابار بالبروتوتايب؟ دونك بالنسبه ليا غنكري واحد الفانكشن كونستراكتور كيف ما قلنا راها غير واحد الفانكشن سميتها كار. درتها هنايا بالماجيسكول كيف ما كتشوفوا اول لاتر اونيفو ديال هاد الكونستراكتور بالماجيسكول. علاش؟ غير باش نفرقوا ما بين كونستراكتور وما بين ما بين فانكشن عاديه، لان واحد غادي يقرا الكود ديالك وغادي يتبان ليه بحال هكا اوكي غيقول هادي فانكشن وهادي هذا كونستراكتور. مزيان، علاش كتسمى نيمين كونفنشن؟ يعني واحد الطريقه في التسميه غتقدر تسميها عادي، مي من الاحسن ديرها ابر كيز باش كتحدد بانها كونستراكتور. دونك كيف ما قلنا خاصها جوج ديال بروبرتيز نيم وير. دونك غنجي هنا غندير نيم وير اي نعطاشيهم لديس نيم، ديس نيم ايكوال نيم وديس يير. اوكي هاد نيم غنديرو لها يير. دونك لحد الان سالينا البار الاولى ديفينينا الكونستراكتور ديالنا عطينا جوج ديال بروبرتيز نيم وير، بقات لينا الميثود. الميثود كيفاش غنحققوها هنايا؟ غادي نجي وغنعطيها البروتوتايب كار بروتوتايب اوكي وغندير هنا ستارت. غتاخذ واحد الانونيمس فانكشن، انونيمس فانكشن اي من بعد غندير واحد الكونسول لوغ. ليش غنقول لكم كوا ديس سوري دير ديس نيم بلس ندير الير هنايا ديس يير ونسمى مثلا نقول اس ستارين، يعني هاد الطوموبيل اس ستارين اس ستارتين. اوكي دونك قلنا كوم كوا هنايا ستار زدناها كميثود خاصني واحد البلاس هنايا. دونك ديس نيم وديس يير دونك اش عارف شي ليا بان هاد الطوموبيل راه غاده. يعني لحد الان حطينا البروبرتيز حطينا لا ميثود ديالنا ا غنكريو الانستنسز ديالنا. غنكري غير وحده اللي هي كار 1 شي هنايا ونكري واحد الكونستنت اولي ندير سي 1 نكون شويه اكسبليسيت ندير كار 1 ونخدم بالنيو كيورد. ديرو ديما اتونسيون الا ما درناش نيو كيورد وجيت درت كار هنايا ديريكتومون راه غتعتبر غير فانكشن عاديه وحتى هاد ديس ما غتبقاش كتانتيغري ما يمكنش حتى الكونتكست ديالو غادي يتبدل غادي يولي ديس كتاكسيدي به للجلوبال. مي حنايا في هاد الكا ديس بغا شي اكسيدي ليه الاوبجيكت اتسيلف، يعني ديس انا هنا من غنكسيدي ليه غنكسيدي لديس اللي هو وصل الكونستراكتور. يعني اوتوماتيكمون انا من غادي نزيد هنا مرسيدس مرسيدس وغنجي هنا وغندير 2019
هاد مرسيدس تمابات النيم وهاد 2019 تمابات الير. غندي واحد الكونسول لوك هنايا ونشوف الريزالت. عطاتني اوبجيكت اوكي نكبرت شي شويه. دونك كريت لي واحد الاوبجيكت كيف ما قلنا الكونستراكتور كري لي اوبجيكت كري لي واحد الطوموبيل. نقدر نجي هنايا ندير كارتو نسميها مثلا فيراري ولا وريفر فيراري وندير هنايا 2020 ونشوفوا هنا كوم كوا كريت واحد الاوبجيكت الثاني اللي هو كارتو اللي فيه فيراري وي. دونك هنا شنو حققت؟ كريت واحد الكونستراكتور فيه بروبرتيز وفي واحد لا ميثود اللي قدرت نكري منه واحد الانستانسز. خليني نفوكاليزي غير على كار 1. هاد الانستانس ولا هاد الانستانس اللي كريتها اش كتقدر تاكسيدي؟ كتقدر تاكسيدي النيم مزيان لان النيم ديالها. كتقدر تاكسيدي الير اي كتقدر تاكسيدي ماشي غير هادشي كتقدر تاكسيدي حتى لواحد لا ميثود اللي هي ستار. دونك كار 1 ستارت ستارت نشوفكم كوا هي افيشات لي مرسيدس 2019 از ستارين مزيان. دونك لحد الان حققنا كرينا هاد البارتي ديالنا اللي هو واحد الكونستراكتور بالبروتوتايب. كيفاش نقدروا نكتبوا نفس الكود ولكن بالكلاس؟ اوكي قلنا اول حاجه غنخدم بالكلاس نخدم داك الكلاس كيورد لان الكلاس في حد ذاته راه غير واحد الكونستراكتور غنسميه هنايا كلاس كار نبقى في نفس السميه. دونك كريت واحد الكلاس كار لحد ذاته قلت لكم غير كونستراكتور كملوا الكود ديالنا كرييتا نيت ديما انا كنكري في واحد الكونستراكتور. من بعد اوليو ديال ما كاينش فانكشن هنايا يعني هاد النيم وير غادي نمابيهم لهاد الكونستراكتور وغنجي هنا وغنعطيهم كارغيومنت نيم وير وغنخدم بديس نيم وديس يير عادي بحال كيف ما خدام بها هنا ونيفو ديال هاد الكونستراكتور. يعني لحد الان هاد لابارتي راه هي هاد لابارتي. غتقول لي اوكي بزاف ديال الكود ولكن هنا الكود لوجيك ملي غتولي عندك ليريتاج غادي يولي فهمتي غيبان لك كتبان لك الصوره اكثر. دونك هنا حطينا الكونستراكتور ديالنا اي بالنسبه للميثود ماشي بالضروره نخرج انا مورا الكلاس وغادي نكتب الميثود ديالي لا لان لوبجيكتيف ديالي انا كلشي نجمعه في كلاس وحده. بغيت لونغاج هذا جافا سكريبت يولي قريب انا للونغاج اللي كنخدم بهم بحال جافا ولا سي بلس بلس ولا اي لونغاج اللي مانتيغريا لوريونتي اوبجيكت باراديغم. دونك هذيك الكلاس غنكريها ككلاس وغنجمع فيها الميثود ديالي وغنجمع فيها البروبريتي ديالهم كاملين. سو غادي نجي هنايا شنو غادي ندير؟ غنجي وغندير ستارت ستارت ماشي بابر كيز ستار بحال هكا اي ناخذ هاد كونسول لوغ اللي عندي اونيفو ديال ستار اللي في البروتوتايب. دونك الكود هنا ولا عندي كلين ونقي وماشي بالضروره كل خطره خصني ندير كار بروتوتايب باش نمابي واحد لا ميثود لهذاك البلو برينت اللي عندي. اوكي دونك كيفاش غنكري واحد الانستانس؟ نفس الطريقه غنكوبي ندير كوبي كول الكود هو نيش وكنشوفكم كوا كبيت واحد الانستانس للكار 1 هي مرسيدس وكتافيشي ليا نفس الحاجه ها هي كار نيم مرسيدس. الا بغيت ناكسيدي مثلا لا ميثود غنجي هنايا وغندير كار 1 وغادي ناكسيدي لا ميثود ديالي شنو؟ لا ميثود ديالي ستارت. دونك شنو عندي هنايا كتشوفكم كوا افيشيت ليا مرسيدس 2019 ستارين. دونك هذا الكود اللي هو تكتب بالبروتوتايب هو شديناه وكتبناه بالكلاس كتبناه بالكلاس غير هو هذا الكود اورغانيزي اكثر. وهنايا كنعرفكم كوا راه عندي بروبرتيز اللي هما غادي يكونوا مع الكونستراكتور من الاول وعندي واحد لا ميثود واي ميثود غادي تكون وسط من الكلاس اتسيلف. دونك سامبليفينا الكود ولا ايزير تو ريد. دونك هذا الكود بيهايند ذا سين هاد الكود هو مثلا ملي كتكتب ECMAScript 6 هذا الشيء اللي حققنا واحد الكار نيم اللي فيها properties name و year و start كميثود من بعد كبينا منها instances. أبغى ندوز دابا الثانية اللي غادي نحاول نديبو فيها ليريتاج بالبروتوتايب ومن بعد غنديبوه بالكلاس.